طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في شرح جزئية أخيرة من هذا الشابتر اللي هو يتكلم على التوزيع اللي هو التوزيع المتراكم، التوزيع الجدول التوزيع المتراكم التكراري. طيب قبل ما نبدأ خلينا نشوف، طبعا هذه كلها ما مقررة عليكم ولا هذه، فيتوقع بعض المسائل، خلينا نحل وش بعض المسائل على الجزئية السابقة. الأسئلة المقررة عليكم هنا اللي هي سؤال 2-14 2-15 و 2-17 و 2-19، تطبيق على الشيء اللي أخذناه في الفيديو السابق. يلا نبدأ الآن. سؤال 2-14، نبدأ أول شيء بسؤال 2-14 دقيقة بس. يلا سؤال 2-14 يقول لك عينة من 80 بالغ أخذت، وهذول البالغين سئلوا عن عدد الكريدت كاردز، البطاقات الائتمانية اللي هم إيش مثلا عندهم يعني. أوكي، الجدول التالي أعطاك توزيع التكرار لهذول 80 شخص. لاحظ هنا أعطاك عدد الكريدت من 0 إلى 3، وكم عدد البالغين اللي أخذوها 18. مجموعية لازم يكون كم؟ 80. السميشن لازم يكون إيش؟ سميشن للإف يساوي 8، فتجمع هذا كله يطلع 80. هذا الكلاس ليميت. خلينا نشوف الأسئلة اللي يبغاها في السؤال ده. قال لك فقر ايه، اوجد الكلاس باوندري وكلاس ميد بوينت. بعدين فقره بي، دو اول كلاسز هاف ذا سيم ويدث، تمام. واذا كان العرض كل حق الكلاسات نفسها اجيب العرض. فقره سي، بريبير ذا ريليتيف فريكوينسي اند برسنتج ديستريبيوشن كولوم، حط لي عمود الريليتيف فريكوينسي وعمود ايش والبرسنتج تبعهم. فقره دي، ما هي نسبه البالغين اللي عندهم 8 او اكثر من الكريدت كاردز. اوكي طيب، يعني اول شيء بقى كلاس باوندري والميد بوينت. خلينا اجيب ايش اول شيء، خلينا نحلها. انا بسوي جدول كامل وبعدين نرجع نشيك على الحل. طيب 2.14، أول شيء خلينا نسوي جدول مكون من مثلا 5 أعمدة. هنا نقول العمود الأول هذا اللي معطى عندنا number of credit cards، خلينا نصغر الخط عشان إيش تكفي، نقول number of credit cards. العمود الثاني الكلاس باوندريز، كلاس باوندريز. العمود الثالث الميد بوينت، الميد بوينت. العمود الرابع الريلاتيف فريكوينسي، نقول مثلا ار اف اختصار لها، وهنا البرسنتج تبع الريلاتيف فريكوينسي. اوكي طيب، إلا في السؤال معطيني إياه هذا معطى أنزله، نفس سؤال 2.14، من 0 إلى 3، من 4 إلى 7، ما سويت شيء، بس باش جالس إيش أعبي أول عمود زي ما هو معطيني إياه. 8 إلى 11، من 12 إلى 15، وآخر شيء من 16 إلى 19. هي نفسها لما أنا أجي أكتب لك زي كده، من 0 إلى 3، من 11 إلى 7، من 8 إلى 11، من 12 إلى 15، ومن 16 إلى 19. نفسها لو كتبتها زي كذا، هذه الكلاسات. أوكي نفس الشيء. طيب الكلاس باوندري قلنا إذا كان اللور ليميت والأبر ليميت أعداد صحيحة 0 3 11 7 8 11، حتنقص نص على اللور وتزود نص على إيش الأبر. صفر ناقص يعطيك سالب 0.5،
بدك تحط خطية لا تكون بلزدان عادي، وتزود على 3.5 يعطيك زائد 3.5. أوكي بعده 4 نقص منه نص يعطيك 3.5. بعدين زود على 7.5 يعطيك إيش 7.5. بعده نقص من 8.5 يعطيك إيش 7.5. زود على 11.5 يعطيك 11.5. هنا نقص من 12.5 يطلع لك 11.5. هنا زود على 15.5 يطلع لك 15.5. آخر شيء نقص من 16.5 يطلع لك 15.5، وزود على 19.5 يعطيك إيش 19.5. كده الأمور حد الآن تمام إيزي بيزي. طيب معليش على الخطوط لكن أنا جالس أشرح. طيب بعده خلينا نسرع شوية. طيب بعدين يبغى الميد بوينت. الميد بوينت عادي، اجمع اما تجمع هذا العمود يعني اللور زائد الابر على 2، يعني هنا حيكون ميد بوينت الاول 0 زائد 3، تجمع العمود هذا تقسم على 2 في كل وحده 0 زائد 3 على 2 يساوي 1.5. بعده 4 زائد 7 على 2 يساوي 5.5. بعده 8 زائد 11 على 2 يساوي 9.5. بعده 12، أنا بجمع هذا اللور زائد الأبر، 12 زائد 15 على 2 يساوي 13.5. آخر شيء هذا هو 16 زائد 19 على 2 يساوي 17.5. الريلاتيف فريكوينسي حيكون ايش؟ الجزء على الكل في ايش؟ الجزء على الكل. فين ترجعوا للسؤال؟ في السؤال عندكم خلينا نكتبها هنا، كان عندك النمبر اوف ادلتس خلينا نكتبها هنا اللي هو من 0 الى 3، بعدين من 4 الى 7، من 8 الى 11، من 12 الى 15، من 16 الى 19. الفريكوينسي هنا كان عندك من 4 ل 7 كان 18، وهنا كان كم 26، وهنا كان كم 2 3 كان من 0 ل 3 سوري ايش بقى انا هنا من 0 وهنا 18 وهنا 26 22 11 نفس اللي في السؤال عندك، وانا ما سويت حاجه. فهذا الجزء مجموع هذا كامل حيكون كم 80. الريلاتيف فريكوينسي هنا هذا كيف تجيبه؟ الجزء على الكل في من 0 ل 3 كم الفريكوينسي 18، فتقول 18 على 80 اطلع الجواب 0.225. نفس الشيء من 4 ل 7 كم كان 26، فتقول 26 ولا 20 26 26 على 80 26 على 80 شوف اطلع اللي اطلع اللي بعده من 8 ل 11 اطلع 22 على 80، هنا 22 جزء على الكل اطلع جواب. اللي بعده من 12 ل 15 11 الجزء 11 على الكل 80 اطلع جواب. بعده هنا اخر كلاس كم 3 الجزء 3 على 8 اطلع جواب. اوكي لما تجمع هذا لازم يكون تقريبا يساوي 1، تجمع العمود ده البرسنتج اضرب الريلاتيف في 100، يعني هنا حيكون هذا تضرب ده في 100 0.225 في 100 حيطلع عندك يساوي 22.5. بعده 5.5 اضربها في 100 يطلع عندك الجواب 5.5 ولا كم سوري 26.80 حيطلع هنا رقم، ما علينا هنا برضو حيطلع رقم، حيطلع تضرب هذا الرقم اللي جاء هنا وتضربه في 100 كله في 100 كله في 100 كله في 100. لما تجمع لما تيجي هنا السميشن حق العمود الاخير هذا لازم يكون تقريبا يساوي 100. اوكي واضح السؤال؟ طيب هذه فقره A وB وC، فقره A وB وC كلها حليناها خلاص. باقي حاجة فقرة بي، قال هل الكلاسات لها نفس الويت؟ تعال شوف هنا. طيب
كيف تجيب عرض الكلاس ده مو محدد لك اياه، حيكون عندك الابر اللي هو 3 ناقص اللور زائدا 1 يساوي كم؟ 4. هنا في هذا الكلاس نفس الشيء، 7 مثلا الثانيه 7 ناقص 4 زائد 1 حيطلع 4. اذا تلاحظ انه كل الويث تبع الكلاسات نفسها وتساوي 4. ففقره بي هنا، فقره بي حتقول يس، فقره بي حتقول هل كل الكلاسات لها نفس الويث؟ نعم يس، هذه فقره بي والويث يساوي 4. معلش على ردات الخط، حلوين. فقره سي خلاص سوينا الجدول حق الفريكوينسي والبرسنتج خلاص. فقره دي سؤال حلو جميل، يقول لك ما هي نسبة الأدولتس اللي عندهم 8 or more credit card؟ 8 or more credit card يعني إيش؟ إيش هتسوي؟ هتيجي تقول التالي، 8 or more credit card الجزء على الكل في 100، 8 أو أكثر. هنا 8، تعال على 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 كلاس اللي بدأ من 8، فين هذا؟ هنا الكلاس اللي بدأ من 8 هنا، أوكي. قال لك or more يعني 8 وفوقها، يعني 8 وأعلى، 8 وأعلى يعني أنت تمشي هنا كذا إلى آخر شيء. تجمع إيش؟ تجمع هذا زائد ذا زائد ذا، جمع عادي جدا. فتقول 22 الفقرة زائدا 11 زائد 3 حيطلع كم؟ يساوي 36. اوكي، تجي حتقول فقرة دي يبغى البرسنتج، فتقول 36 هذه على الكل في 100، حطلع الجواب يساوي 45%. واضح كيف سوينا فقرة دي؟ طيب هذا السؤال 14. سؤال 15 يقول لك the following table gives the frequency distribution of age for all 50 employees of a company. أعطاك الكلاس ليميت واعطاك ايش الفريكوينسي. طبعا هذا عمود الفريكوينسي. المطلوب التالي، اوجد الكلاس باوندري والكلاس ميد بوينت، وبعدين جيب الكلاس ويث، بعدين جيب سوي جدول، بعدين يبغى نسبه اللي هو اللي اعمارهم 43 تمام او اصغر، 43 واقل، يعني 43 أو أقل. حلوين؟ طيب خلينا نجي نسوي الجدول هذا. خلاص حنسرع على طول، يعني الأمور هذه ما حتكون صعبة عندنا، حنسرع عيش الفكرة لأنه بسيطة وجد وسهلة. نسوي جدول، خلينا هنا في المساحة هذه نقول age هذا العمود الأول، بعدين العمود الثاني الF الفريكوينسي، بين العمود الثالث الكلاس باوند، معليش اني حطول شوي لاني جالس ايش احل. العمود اللي بعده الميد بوينت، خلاص نقول ام بي ميد بوينت، بعدين اللي بعده هذه نكبر شوي عشان بس ايش نوضح المسافه، اللي بعده الريلاتيف فريكوينسي نقول ار في اختصارها، بعدين البرسنتج نقول برسنتج ار اف، نفس السؤال اللي فوق ما في له اي حاجه. نزل الاعمار عندنا تبي تكتبها بشرطه وبنص، يعني تقول من 18 الى 30، من 31 الى 43، من 44 الى 56، من 57 الى 69. فريكوينسي هذه هي، اكتبها 12 19 14 5.
كلاس باوندري نقص نص وايش وزود نص. اللور يطرح منه نص حيطلع 17 ونص و 30 ونص. بعدين يطلع عندك 30 ونص و 43 ونص. الا بعده 43 ونص 56 ونص. خلينا كده عشان ايش ناخذ مساحه. الا بعده اطرح نص من الحد الادنى وزود نص الحد الادنى حيطلع عندك هنا 56 ونص و 69 ونص. كده الامور حدا واضحه. بسيط نفس السؤال السابق الميد بوينت اجمع اللور زائد الابر على 2. 18 زائد 30 نحل وحده. 18 زائد 30 على 2 حيطلع الجواب 24. تجمع اللور في العمود الاول زائد الابر على 2 في كل صف في كل خانه. هنا لما تقول 31 زائد 3 بيطلع 37. هنا حيطلع 50. هنا حيطلع 63. اجمع 31 زائد 43 على 2. 44 زائد 56 على 2 يطلع الجواب. الريتيف فريكوينسي جزء على الكل. هو كم قال لك السميشن كله؟ هنا حق الفريكوينسي 50. اوكي، يعني حيكون عندك هنا الاول جزء على الكل. الجزء هنا الجزء هذا 12 على الكل 50. 12 على 50 حيطلع جواب 0.24. الثانيه 19 على 50 حيطلع جواب 0.38. خلاص ما يحتاج ايش افصل. هنا اللي بعده جزء 14 على الكل 50 حيطلع كم؟ 0.28. هنا 5 على 50 الجزء على الكل. الجزء على الكل ريت فريكوينسي الجزء على الكل. الكل 50 مجموعهم حيطلع عندك هنا 0.1. العمود الاخير اضرب هذا الريلاتيف في 100. 0.24 في 100 يعطيك كم؟ 24. 0.38 في 100 يعطيك كم؟ 38. 0.28 في 100 يعطيك كم؟ 28. 1/10 في 100 تمام؟ وهو 0.1. خلينا نقول 5 على 50 دقيقة بس نتأكد. 5 على 50 حيطلع 0.1. 0.1 في 100 حيطلع 10. لما تجمع 24 زائد 38 زائد 28 زائد 10 هذا لازم يطلع السميشن هنا يساوي 100. هذا السميشن لازم يطلع ايش؟ 1. واضح؟ بس خلاص هذا المطلوب الاول. هذا الجدول، هذه فقره A و C. فقره B جيب الكلاس ويث، اطرح تعال هنا في ايش في الكلاس ليميت هذا، اطرح الحد الاعلى ناقص الحد الادنى 30 الحد الاعلى هذا الحد اعلى و18 حد ادنى ناقص 18 زائد 1. يلا 30 ناقص 18 زائد 1 كم حيساوي؟ 13. كل كلاس ويث هنا لو تطرح 43 ناقص 1 زائد 1 يطلع لك 13. ففقرة بي نعم الكلاس ويث نفسه لكل كلاسات ويساوي 13. فقرة بي هذه جبناها. فقرة سي كان السؤال. فقرة سي هذا سويناه خلاص. قال لك البرسنتج للموظفين اللي في الشركة اللي اعمارهم 43 او اقل ينقر يعني اقل. طيب تعال انت عندك هنا في هذا الجدول فين ال 43؟ حدد لي الكلاس حق 43 فين موجود 43. هذا حط لي خط عليه كده هنا خط كده عنده. طيب هو قال لك اقل يعني على فوق، اقل يعني على فوق يعني اقل من 43. فوق على فوق يعني كده تيجي هنا تيجي تمد لي خط تمشي كده هنا تيجي تاخذ هذول الاثنين تجمعهم 19 زائد 12 كم يساوي؟ 31. يساوي 31. يبغى نسبة مئوية فيكون عندك جزء 31 على الكل 50 في 100 حيطلع الجواب يساوي 62%.
حلوين. او في طريقه اخرى تجمع الريلاتيف فريكوينسي، تجي هنا الان هنا قال لك younger or younger، حلو. تجي عندك فين ال 43 هنا اقل، تجي تروح للريلاتيف فريكوينسي عنده اللي قدامه هذا ولا اللي قبله، اجمعهم 38 زائد 24 كم يعطيك 62%. حلوين. طريقتين لحل فقرة دي، اما تاخذ الفريكوينسي وتجمعهم اللي هم يعني قال لك هو 43 واقل، فين 43؟ ها هنا اقل يعني فوقها، تجي تاخذ تجمع هذول الاثنين تكسبهم على الكل عددهم 50 تضربهم في 100، او من ريلت فريكوينسي تاخذ هذا زائد اللي فوقه خلاص حيطلع 62%. واضح؟ طيب السؤال هنا كده، هذا كده حلينا هذه الأسئلة. طيب توقع هذا السؤالين اللي موجودين، سؤال 19 ما أدري إذا كان معاكم ولا لا، نشوف كده بس نتأكد. سؤال هنا سؤال خلاص، سؤال 19 يعني نفس الفكرة 30 days هنا كونسلت فريكوينسي ديستروي، نفس الفكرة يعني ما في حاجة جديدة هنا، بس باك تسوي الهيستوغرام والبوليجون وما إلى ذلك. أوكي خلينا أشوف بس أتأكد هل السؤال 19 معاكم ولا مو معاكم. 2 5 2 8 بس بشوفها في تمام في الفهرس. يعني سؤال 19 رسم، يعني بترسمه رسم عادي، يعني سوي جدول توزيع تكراري بكلاسات والريلاتيف فريكوينسي والبوليجون والبرسنتج بعدين ايش اسئله عاديه حلوها. اوكي عشان لا اطول في مسكه في سؤالين. طيب هنا الاسئله الباقيه عندكم سؤال، خلاص هنا وقفنا في هذه النقطه، حوقف هنا ان شاء الله راح اكمل الفيديو القادم على الكومبيوتيتيف فريكوينسي واسئله مهمه عليه. الان هنا السؤال هذا جربوا تحلوه وان شاء الله امور سهلات.